ده جزء الحقيقة، وأعتقد أنه لو كان لا قدر الله يعني حكم جماعة الإخوان استمر في مصر كانت الأرقام دي هتتزايد طبعا، وكان في استهداف حتى لعناصر كثيرة جدا وناس كثيرة حتى من أبناء الشعب المصري، من المدنيين، من أبناء الجيش والشرطة، من القضاء المصري. أستاذ أحمد، الشعار ده حضرتك أول ما زعنا الإنفوجراف قلت لي أنا عايز أعلق على الشعار ده، لأنه شعار جماعة الإخوان الحقيقة طول عمره كمان كان مثار تساؤل كبير، هم ليه اختاروا هذا الشعار؟ ليه السيفين؟ المصحف طبعا يعني وكتاب الله وكلام الله يعني لا علاقة له إطلاقا بمعتقداتهم وأفكارهم. بص يا فندم، هي مش صدفة إن هذا الشعار لو حضرتك بصيتي عليه هتلاقيه ليه نقط خمسة رئيسية. أربع نقاط اللي هم بتوع السيفين، والنقطة الخامسة اللي في المنتصف هي المصحف الشريف. ده أقرب إلى شعار الماسون اللي هو بيطلق عليه الخاموس. أربع نقط رئيسية، ونقطة المركز بالنسبة لهم اللي هم هيستخدموا بيها محو العقل هو القرآن والاستدلال بآيات القرآن لتشويه عقول الشباب. لما بتبصي لشعار الماسون بتقدري تشوفي برضو هو فين الخاموس هنا يا فندم؟ هتلاقي الأربع أركان الرئيسية بتاعته في القواعد بتاعة الأهرام، والقمة بتاعته المركز اللي هي نقطة العين الماسونية بتاعته. قواعد الأهرام يعني 1 2 3 4 ويهدف إلى السيطرة إلى أو فكرة السيطرة على العالم، والعين دي اللي هي أنا شايف بها العالم، شايف السيطرة على العالم. جريت ماسون. لما تشوفي اول يعني زي ما تقولي كده اشارات تم وضعها للاخوان، تم استخدام اللونين الازرق والاحمر، وده كان بتوصيه من حسن البنا. ليه؟ لان هم دول اللونين الرئيسيين في اكبر محفلين في المحافل الماسونيه، المحفل يوهانس ومحفل اندرياس. الازرق بتاع محفل يوهانس والاحمر بتاع اندرياس، وهو اللي اصر ان هو يتم الاستخدام اللونين دول، واصر ان هم تتحط الشاره الاحمر والازرق، وافقوا ساعتها كلهم على الكلام ده. مش من الصدفه برضو ان هم كل على مدار تاريخهم بيدعوا الى فكره الامميه، الاخاء، المساواه، محو الاديان. على فكره دعوتهم الأولى كانت من سيد قطب، من كتابات سيد قطب كان بيقول فيها أنه تذويب الأديان، وأن الأديان مش مهمة. يعني هو حتى فكرة الدين بالنسبة له ما كانش مهم، هو اللي كان مهم بالنسبة له العقيدة الإخوانية هي اللي تكون سيدة. مش مهم عنده الأحزاب. طب عفوا معلش، بمناسبة الشعارات، المشاركة للمغالبة زهقونا بهذا الشعار، وان هم يعني بيشاركوا كل حاجه والديمقراطيه، وان هم طبعا الواقع اثبت انه لا علاقه لهم بالمشاركه اطلاقا، انما كان العكس هو الصحيح. ده ازاي المصريين فهموه؟ يعني مع حتى السنه بحكمهم دي ازاي المصريين فهموا ان هم مشاركه لا ان هم مغالبه لا مشاركه مش العكس؟ رديها يا استاذه منى لفكر حسن الهضيبي نفسه. وحسن الهضيبي كان عن طريق سيد قطب اول حد ابتدي غازل الامريكان، وتحديدا الطائفه البروتستانتيه في الولايات المتحده الامريكيه، وابتدي ينشئ معهم علاقات، ويقول ان الجماعه جماعه ديمقراطيه، وجماعه يمكن ان تتشارك سياسيا، وجماعه تهدف الى تحقيق الديمقراطيه. لغايه اخر وقت كانوا بيتاجروا علينا. يعني لو حضرتك تفتكري انتخابات مجلس الشعب 2011 وانتخابات مجلس الشورى 2012، كانوا بيقولوا لا احنا داخلين مش عايزين ناخد عدد مقاعد كبير في المجلس، احنا نكتفي بنسبه 10% 15% 30% 40%. هو ده كان كلامهم. واذ فجاه انت فوجئتي ان هم والتيار الاسلامي كله اللي هم تجروا بالشعارات الدينية لحساب تحقيق مصلحة سياسية، خدوا تقريبا ما يقرب من 90% من مقاعد المجلس. لما تيجي تشوفي في الانتخابات الرئاسية 2012، لا مش هننزل بمرشح، خلاص احنا هنكتفي بان احنا خدنا السلطة التشريعية، ومش عايزين ان احنا نتوغل وناخد او نتغول وناخد السلطة التنفيذية.
ومرة واحدة نزلوا بخيرت الشاطر، ولما ابتدت تظهر عقبات أمام استمرار خيرت الشاطر في السباق الرئاسي تم استبعاده والإتيان بالاستبن بتاعه أو بالبديل بتاعه محمد مرسي علشان يدخل الانتخابات الرئاسية ويستكمل الخطة التمكين من مؤسسات الدولة. بعد ما وصلوا إلى الحكم، علشان نفتكر المشهد، ما كانش في فرصة لأي طيار تاني إنه ممكن إنه يشاركهم الحكم، وشفتي التنكيل بكل الطيارات السياسية، وشفتي الاعتداء على الشباب اللي راحوا عهدوهم في فيرمونت على إن هم يوصلوا مرسي للحكم وهم بيتسحلوا قدام مكتب الإرشاد في المقطم، كلنا شفنا المشاهد دي وعمرنا ما ننساها. شفتي ان هم حاولوا يتغولوا على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ومرسي يعلن مبادئ دستورية تلغي كل السلطات وتكرس السلطة في ايده هو. من باب الشرعية الشرعية الشرعية. ففكرة المشاركة لا المغالبة امر غير حقيقي، ده من الامور اللي زي ما بقول لحضرتك كده التقية، هو بيزيف، هو بيدلس، هو بيقدم الصورة الورعة، الصورة الطيبة، الراجل احنا ناس مؤمنين. ايوه. وعندما يتمكن يبدأ في ممارسة كل انواع التنكيل وكل انواع التغول على حقوق الاخرين لما يوصل. لان هو كمان طول الوقت بيدي نفسه مبررات، هو عنده الغاية تبرر الوسيلة، فهو ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا في السبيل للوصول الى هدفه. بالضبط.